نظرة كي غادة مقتولة عشيرة مقتولة صاحبي وميتال صاحبي. كوني زدتي داك الفم صاحبي كما قلت راه ما كاينش ديك البيرفكشن ديال واحد جوج ثلاثه اليوم واحد جوج ثلاثه خط واحد جوج ثلاثه اربعه هاي 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 صافي راه وليتي روبو وما جيتش تولي روبو ما عمرك ما تولي روبو ما تقولش انا كاين اللي تقول لي دابا ها انا وليت روبو صافي تولي واجي تبعد من داك الشيء وتبدا تفكر وخصوصا التفكير بزاف ولا مشكله ديال هاد الشيء هذا تيفكروا بزاف اصاحبي. دابا واحد الخطط شفتها هاد الايام هادي عجباتني. دابا شنو كتخيل يوقع قداك واللي ممكن يوقع قداك فهمتي داكشي اللي كتخيل يوقع قداك كبير وداكشي اللي ممكن يوقع صراحه راه هي قداك. وعلاش انت كتفكر قداك هو الدفل المفيد؟ واش الموتيفاسيون ديال اليوتيوب بحال تقدر تعتمد عليه على المدى البعيد ولا كيبقى غير محفز لحظي؟ خويا كاع الفيديوهات اللي في العالم وكلشي كيبقى محفز لحظي. لهاد الهضره هادي ديالي انا مثلا نحاول دابا ندولك شي حاجه تكنيك شي حاجه شويه اللي تفيدك ما لكن تفهمش تديك التحفيزات. انا ما عمرك كنت كنحفز، انا كنت كنبغي انسبيريك ما عمرك كنت كنحفزك. انا الا كنحفزك كنقتلك ودوك الفيديوهات كاملين ديال التحفيز في يوتيوب كيقتلو بيان سور. دابا غادي نحس براسي ولكن الواقع ما تيدلش على الواقع. غير غادي تمشي غادي تلقى غادي ندوي معاك صريح فهمتي. غادي تشوف الانترنت غادي تحس براسك غاتمشي للمقاطعة يفشلوك فهمتي يفشلوك. ها انت سمعت هاد الهضره هادي هذا هو الواقع ماشي غير عندنا ماشي عندنا في المغرب. انا مشيت للادارات في امريكا مرتب تسني. انا مشيت للادارات في سميتو في تايلاند مرتب تسني. انا مشيت على شحال من حاجه في شي دوله اللي تقضى في سيمانه ولا تقضى في شهرين. صات الواقع ماشي هو اللي كيتقال فهمتي. نحن في كذا 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 الادارات الرقميه اخر تطور الواقع تيقول العكس فهمتي. ورقه ديال النهار اللي كيقول لك انهم في التلفازه كيديروها في 24 ساعه لا خضت جوج سيمانات وبالمعارف وبطلع وبنزل وبشويه التليفونات صات فهمتي. يعني خاص تكون واجد. الواقع خايب. الواقع كيطلب شويه ديال الصبر وشويه ديال النفس فهمتي. يعني واخا نتفرج في هذا اليوتيوب كامل وانا دابا نيت واحد قدام واحد شي فيديوهات ديال واحد ايد مايلات وشي زنطان اخرين كنت انسبيرا منه كنتفرج فيهم باش نتموتيفا على حقيتاش فهمتي. هو هاد ايد مايلات هذا كيدير شركه تاع السابليمنت كيبيع 400 مليون دولار في العام. 400 مليون دولار في العام انا بغي ندير ربعه اوكي. اجي نسمعوا اجي نتانسبير اجي نقول صد 400 دونك انا ممكن ندير ربعه علاش لا دونك هو 400 المبيعات انا ندير ربعه المبيعات عادي فهمتي. تانسبير كتقول بما ان هذا دار ممكن انا ندير صاو وغادا. اما الموتيفاسيون لا خويا حاول تكون شي موتيفاسيون داخليه فهمتي. على حقيتاش انا نتفكر شنو داز عليا في الصغر غادي نتموتيف فهمتي. نتفكر انا باغي نوصل لشي حاجه ديال التموتيف ماشي بالضبط خاصها تكون دازت عليك. يقدر يكون عندك شي طموح ديال شي حاجه باغي توصل ليها شي ناس باغي تثبت ليهم شي ناس باغي تبين لهم راك انت كاين ماشي كما كيتهموك باللي راك ما فيديكش وباللي راه غير واحد من الريعه اللي كيغوتو تمايا وباللي راك كتضيع وقتك وباللي ما فيديكش وباللي شحال ما تيجي يقول لي يا خويا انا كيحطموني الوالدين كيقولوا لي ديما ما فيديكش كذا شي حاجه زوينه صاحبي. هذا واحد الدافع انك خاص تثبت لهم ان راه فيديك وباللي انت راه ممكن يعولوا عليك وباللي انت في المستقبل تبين لهم العكس وباللي انت هو اللي غادي يوقفوا عليك في المستقبل شي حاجه زوينه صاحبي فهمتي. هادو هما الحوايج اللي جيت خليها كدافع موتيفاسيون يوميه. موتيفاسيون ماشي بيان سور موتيفاسيون يوميه باش تكون موتيفي يوميا مع داك انت كتضرب الشمه وغادي تدمر صحتك من بعد فهمتي. موتيفاسيون يوميا ما كايناش شي حاجه سميتها انا موتيفي يوميا دونك انا مشكوك في عمرو هذا اللي كيقول لك انا موتيفي يوميا. عادي كاين واحد الحاجه سميتها الديسيبلين فهمتي. كاين واحد الحاجه سميتها الالتزام والانضباط الكوميتمنت اند ديسيبلين فهمتي. كوميتمنت اند ديديكيشن والديسيبلين تاعي فهمتي. الالتزام والانضباط انا قلت غادي ندير واحد جوج ثلاثه خصني نضطر ندير واحد جوج ثلاثه. نقدر ندير واحد جوج وما نديرش ثلاثه ولكن ثلاثه غادي نحولها للغد لبعد الغد ليه وغادي ندير ثلاثه وغادي ندير واحد جوج ثلاثه عاوتاني وغادي ندير واحد ويقدر يبقى لي جوج ثلاثه نحولهم النهار الاخر وندير واحد جوج ثلاثه وندير جوج ثلاثه ديال البارح وغادي. كما قلت راه ما كاينش ديك البيرفكشن ديال واحد جوج ثلاثه اليوم واحد جوج ثلاثه خط واحد جوج ثلاثه اربعه هاي 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 صافي راه وليتي روبو وما جيتش تولي روبو ما عمرك ما تولي روبو ما تقولش انا كاين اللي تقول لي دابا انا وليت روبو صافي وليت روبو سيمانه جوج عشره شهر
واحد النهار ما غاديش تكون روبو، واحد النهار غادي تخسر. حنا بشر، حنا واحد الانسان عادي، حنا واحد الناس بساط، فهمتي؟ عندهم واحد العقل ضارب معاهم النار وما طال، حنا هزينو ما عرفنا واش معانا ولا ضدنا، فهمتي؟ وكنتقاتلوا معاه وكنطمحوا في الحياه نديرو، وفهمتي؟ وهذه هي الحياه، ولكن كتحاول تبقى في الطريق باش توصل، لان كما شرحت في اللايف الثاني، هذه هي الطريق، هذه هي الطريق، كتحاول تبقى حداها، فهمتي؟ ما درتيش ثلاثه حولتها لغدا، وبقيتي غادي، بقيتي غادي حدا الطريق، ماشي الطريق اللي خططتي هذه، وانت بقيتي غادي شويه تقول علي لا يقلب ولا يشقلب بالك، نمشي انا في حالي ولا اجي نقلب طريق اخرى نمشي هكا من ورا، عاوتاني ما اخترتي تمشي هكا كتمشي عاوتاني، فهمتي؟ دير هكا، خاصة تختار شي طريق وحده وتكمل فيها، ما نقولش لك تكمل فيها بيرفكت، حاول تبقى ما تديفيش، ما تسمحش في كل شيء وتمشي في حالك، بقى كلما حاولتي تبقى قريب للطريق كلما توصل بعيد في حياتك. راه ايفري فاكين داي فهمتي كنخدم، ايفري فاكين داي كنخدم، ايفري داي خصني نتابع مع التيم، وما محتاجش نخدم، والله ما محتاج نخدم، شتي التيم دايرين ماكتر ووافيين وقاضين الغرض وبوحدهم كيديفلوبو البروجي، بروجيات غادي الحمد لله بوحدهم، ولكن دازنت مين فهاد ستيب هادي في حياتي انا نسمح في كلش. لا يوميا باقي كنخدم، ويوميا كنوض مع الخمسة الصباح، وانا راه ما مستاهلش نوض مع الخمسة الصباح، ولكن طموح اخاي كبير، وحتى الخمسة الصباح ما كافياش، خاص يكون عندك شي حاجه، فهمتي؟ شي حاجه كتنوض عليها، شي حاجه باغي توصل لها، شي حاجه ما باغيش تموت، لان في الاخر تبعنا واحد الموت، فهمتي؟ ما باغيش واخا نكون كنموت نكون عارف راسي راني كنت كنتقاتل، ماشي في ديك اللحظه ديال وانا كنموت نبقى نقول كون هير درت هادشي، كنت خايب مع والديا، كون هير نكون مزيان مع والديا، كون صراحه ديك الفكره اللي كنت باغي ندير وانا في ديك لاج كون هي درتها، لا دي راسه. المهم ما نكونش كنتاسف في اللحظه ديال الوفاه، فهمتي؟ نقدر نموت من هنا دقيقه، من هنا 20 عام، من هنا 50 عام، من هنا 60 عام، المهم ما يبقاش فيك الحال انك درتيها وفشلتي، ولكن يبقى فيك الحال انك ما درتيهاش، هذا الشيء هو اللي يبقى فيك، هذا الشيء هو اللي يبقى فيك الحال، فهمتي؟ يعني نوض اخاي مع 5 الصباح، المهم ما يبقاش فيه الحال، ماشي نكون كنموت ونقول الله صاحبي ما كنتش كنخدم على الاهداف ديالي، كون هي كنت كنوض مع 5 الصباح، انا اجي نموت دابا دقه واحده، دوز حياتي كامله نعاس وغادي نعس دابا دقه واحده، صافي. لا ما مستاهلش كما قلت الموتيفاسيون راه دويت عليها، ماش نعاود ما نقولش الريزومي ديال الهضره اللي قلت، انا ما جاش الريزومي الهضره ديالي كامله في جمله واحده، كتلقى شي اسئله بحال هكا، عدم الاستيقاظ مبكرا، عدم الاستيقاظ مبكرا، انت زعما ما تقدرش تنوض بكري كذا نجاوب بالزربه خويا الناس اللي متابعين هادشي اللي شوف، والله الا كنقول زعما راه درت ما اللي درت كاع داكشي اللي كافي ووافي لواحد باش يقضي غرض، الا جيتوا الاخوان تراجع السنوات ديالي اللي دازت واللايفات ديالي اللي دازت وتابعتيني من نهار كان ما كانتش عندي الحياه، تنهار ولات عندي الحياه صخيوره، تنهار ولات وتابعتيني من البدايه ديال الحياه ديالي حتى لدابا، غادي تلقى والشعر حتى هو كان وغادي كيطيح، فهمتي؟ غادي تلقى بلي واحد التطور ديال من 2011 بنت في الوابل دابا كاين واحد سميتو، غتلقاني بلي في البدايه كنت كنفيق مع 12 ومن وراء عاوتاني واحد المده وليت كنفيق مع 10، ومن وراء عاوتاني واحد المده وليت كنفيق مع 8، و8 وليت كنفيق مع 7 ونص، و7 ونص وليت كنفيق مع 7، و7 وليت كنفيق مع 6 ونص، وكنت كنبارطاجي هادشي، انا الاخوان وليت كنوض مع 7، انا الاخوان وليت التزم دابا 4 شهور وانا كنوض مع 7، انا الاخوان دابا حطيت واحد البروغرام ديال نولي نوض مع 6 ونص، انا الاخوان حطيت واحد البروغرام ديال ان شاء الله نوليو نوضو مع 5، او ما قدرتش رجعت عاوتاني 7، عاوتاني رجعت ل 5، او ما قدرتش رجعت ل 7، عاوتاني رجعت للخمسة او ما قدرتش رجعت للسبعة عاوتاني الخمسة واش جينا الخمسة صاد ما تشوفش الصورة الاخرى ديال شي واحد ماشي شي هادشي بيان سور كتفهموا مع الوقيتة ماشي شي واحد يدير لي بشي صدر كبير وشي بيسيبسات بحال هكا وتجي نقول وات ذا فاك فينا هي صاحبي انا ما عرفت علاش انا ما عنديش لا ما عنديش علاش ما خدمتش عليها اي حاجة كتجيب الخدمة الفقر مع الخمسة الصباح قدرت تقول لي لا انا صاد من غدا غادي نفيق مع الخمسة الصباح ديرها فعلا تقدر ديرها ولكن واش تقدر ديرها بعد غدا واش قدرت تلتزم بها من هنا السيمانه واش قدرت تلتزم بها من هنا شهر للاسف لا ما تقدرش هي واحد الحاجه كتجي ستيب باي ستيب فهمتي قدر مثلا شي واحد كيخدم السكوات ب 100 كيلو شي خدمه ونجي حتى انا ندير فيها العناد ونقول حتى انا صرا نخدم السكوات ب 100 كيلو نخدم السكوات ب 100 كيلو والميسكلات ديالي غادي تشرقوا وما نقدرش نغطي ليه النوض وما نقدرش نتمشى وغادي نقدر نتعطب حياتي كامله ما نقدرش باقي ندير نترين فهمتي ما صدمه ستيب باي ستيب داكشي كيجي بالتعود ما تجيش تجي طاك
لصقنا لا ستيب باي ستيب انت اخاي كتنوض مع الجوج لا نطي مع الوحده انجاز انجاز عظيم خاصنا نوسموك عليه فهمتي نطي مع 12 تحسن كبير خاصنا نصفقوا لك اصاحبي علاش ما شفتيش راسك اصاحبي التقدم اللي كتحقق في حياتك انت كنتي ما كتنوض حتى لجوج العشاء وليتي كتنوض مع 12 انجاز عظيم اصاحبي هذا راه انجاز تاريخ وما 12 ولات واحد بعد واحد الشهرين ولات مال 10 با 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 راه صافي زعما راه خير راه اربعه السوايع الفرقه صاحبي راه العظمه هادي 8 الصباح ولي 6 السوايع الفرقه وليتي كتنوض 6 السوايع قبل وليتي كتربح 6 السوايع في حياتك في كل نهار ولا الناس ديال كيتقاد وليتي كتفيق مع 8 السوايع كتنهز بالليل انجاز عظيم اصاحبي ولكن علاش ما كتشوفهاش هاكا علاش كتشوف باغي تنقز من 2 ل 5 الصباح ما تجيش دقه واحده كتجي ستيب باي ستيب ستيب باي ستيب ستيب باي ستيب شحال من الاخوان كيسولني شحال كتنعس من ساعه كنعس 4 6 8 على حسب الخدمه الامور خرجت مع الدراري صحابي ما خرجتش كذا ولكن كنوض مع 5 الصباح اجباري نوض مع 5 الصباح ولا جبرت راسي نوض مع 5 الصباح وكنت عيان النهار اللي بعده غادي نعس بكري نقدر نعس مع 9 ولكن التوقيت اللي كنعس هو 11 ل 5 الصباح كنعس مع 11 الليل كنوض مع 5 الصباح هذا هو ولكن ما جيش تجي بحالك وتقول انا غدا غادي نعس مع 11 الليل ومع 5 الصباح وبيان سور ملي كنسافر من بلاصه لبلاصه كيتبدل عليا التوقيت كيتبدل عليا كتكون السيمانه الاولى كامله معاناه باش نعاود نجد السيستم لان دابا نفترضوا اني سافرت من طالون ديال المغرب نزلت تما لقى 6 سوايع الفرق باش الدماغ ديالي تعود على ديك 6 سوايع الفرق عاوتاني مشاكل المهم واحد السيمانه عاوتاني باش تتادابتا وشوف ديما كاين المشاكل وكتحاول تادابتي راسك قلت كلشي على الفيقان بكري واهم حاجه في الفيقان بكري هي تكون عندك واحد النهار واعر تكون عندك واحد النهار طويل 5 الصباح شو دابا هاني شوف درت 3 اللايفات وباقي الله 7:45 واك عباد الله 8 باقي ما ضربت واك عباد الله لا صرمات حتى 8 يوم 6 باقي عندي النهار طويل دوز معك 3 اللايفات ودرت انا وياك بوكدا ودرنا وباقي الله 7:45 شو صاحبي شو تبارك الله شو تبارك الله على بركه انت صاحبي كتنوض معاه نفترضوا انت مع 10 درتي 3 اللايفات لوحده مشى النهار صاحبي الوحده مشى النهار شنو ضربات عليك الوحده وباقي ما درتيش داكشي اللي خصك دير ضاع النهار الا ضربات عليك الوحده خص تكون طرقتي النهار داكشي الاخر كيبقى غير بحال قلتي اكسترا باش تضرب على الاخرين صافي فهمتي يعني دابا نايت 3 ديال اللايفات 6 كنمشي لاصال كتحل النهار 2 ديال الجمعه مع 6 الصباح السبت والحد كتحل مع 8 صافي بخير اصاحبي شو الحال ديالك ديال الوقت وباقي عندي النهار باقي عندي نمشي لاصال ونرجع ونمشي نقدام ونخرج واليوم السبت وباقي غادي نخرج وباقي النهار طويل اصاحبي ما يساليش وتلقى الناس كيقول لك اصاحبي راه النهار الوقت كيطا صاحبي نوض بكري حاول تنوض بكري ماشي نوض بكري زعما غدا تنوض بكري ستيب باي ستيب واحد العضله كما كتطور واحد العضله ديال البيسبس كتطور واحد العضله ديال الفيق بكري الدماغ كتعود انه يفيق بكري صافي تجي ولي فهمتي تولي تعيش في النهار يومين وحق الله الى يومين قسما بالله الى يومين في كل نهار عرفتي النهار طويل وزوين اللي مجربه هو اللي عارفه الله يحفظك اخويا لا تبارك الله عليك مع اللي فريمون اللي مجربه هو اللي عارفه عرفتي راه وحق الله حتى توصل بك القضيه ديال الناد سالي كلشي وتربي عيدك وتقول ما لقيتش ما ندير والله ما نقول ما لقيتش ما ندير ونمشي نقرا شي كتاب ولا نقول ما بقاش عندي الوقت واحد السؤال حتى هو انا حتى في الحياه خويا كما جاوبت على واحد السؤال نعاود ندير هذا السؤال ندوزو بالزربه حتى في الحياه خصك تكتشف الحياه فهمتي خصك تكتشف راسك وتكتشف الحياه حتى في الحياه هو خصك احسن حاجه تمشي تسافر ما نقولش لك سافر تايلاند سافر امريكا سافر كذا غادي تضرب واحد الباكتاج غادي تضرب واحد الباكتاج واحد الباك باك دبر في شي خنشه في الدار عندكم معاك اللي تقول لي لا وكذا والباك باك داير 500 درهم وانا ما عنديش 500 درهم ما عرفتش كاين شي مدافكرز كيديروا لي بحال هاد القطط هادي انت كتحاول تجرو واش يشد لك في الارض واش يشد لك سميتو ويفراني لك فهمتي يعني دبر في شي خنشه خشي فيها شي حويجات خشي فيها شي حاجه وتحرك مع الطريق فهمتي سير سافر بات في شي اوطيل محرتاك ديال 20 درهم في المغرب شي برتوش فهمتي دبر فين تبات بالتال كذا سير تريح في شي قهوه ما فيهاش كاع الناس اللي كتعرف بالكلم جينا فاش انت سراح نزل للصحراء ما فهمتي نزل شوف ملي تجلس مع راسك اجي بداو يبانوا لك بزاف د الحوايج تولي تزيد تعرف راسك وتولي تعرف راسك اش باغي وفين باغي توصل وتولي تبان لك شحال من حاجه لان ما كتعطيوش اصاحبي الوقت باش تجلسوا مع راسكم انت فهمتي انت هو واحد الانسان جالس بحال هكا والنهار كامل وماشي يهز الزبل كيخوي لك اصاحبي هنا فهمتي تيقول لك قاتل
دعار، سرقة مال عام، كذا، اغتصاب، كذا، اختلاس. صافي كتكون الحياة ديالك صعبة، وانت النهار كامل ماشي تيجي يحشو لك هادشي هنايا صاحبي، فهمتي؟ ما جلستيش الوقت باش تفكر مع راسك انا شنو باغي، انا اش كاين في هاد الحياة جاي، علاش تزايد، علاش كنطمح، واش كاينه شي مهمة ممكن لراسي في هاد الحياة هادي قبل ما نموت نديرها. حنا متزايدين ومتنا اوكي، ما عندناش الجواب، ما نحمقش راسي انايا، فهمتي؟ اخشى الاسئله ما بقاش تبقى، فهمتي؟ هي زوينه ولكن تزايدت، تورط بومي جابوني لهاد الحياه هادي، تورط ما بقى عندي ما ندير، صافي يعني كاين هنا دابا، كاين صافي، اللي عطى الله عطى، ما نبقاش نجلس نسخط، واش نبقى جالس هنايا مربي يدي، لا انا يمكن غادي نتصاب، غادي تشدوني شله ديال الامراض النفسيه، دونك شنو غادي ندير؟ خاصك تجلس مع راسك، فهمتي؟ غادي تبقى والدماغ ديالك في وسط منه كاين الجواب، ولكن ما يعطيكش الجواب من الدقه الاولى، غتبقى تجلس مع راسك وتطرح هاد الاسئله هادو غادي تلقى الجواب، ولكن راه اخر حاجه هي كتجلس مع راسك. انت راك جالس النهار كامل مع عباد الله، وجالس ملي ما جالش مع عباد الله جالس في سيت الاخبار، وجالس كتسمع لهذا وفضيحه هذا مع هذا والطوب ترندينغ ما عرفتش كيسمو في التوندونس في المغرب كدا، اجي صافي هذاك الشيء كامل اصاحبي، هذاك الشيء كامل كونتوني ما عنده باش يفيدك اصاحبي، ما عنده حتى شي حاجه، فهمتي؟ مثلا ما تنلومش الناس اللي دايرينو بيان سور، فهمتي؟ كل واحد كيبغي يترزق من دوك الفيوز ديال اليوتيوب، كاين اللي كدا، المهم هو عنده هدف في الحياه، هو دار داك الفيديو عنده واحد الهدف، المشكل انت ما عندكش هدف، فهمتي؟ انا عندي هدف ما نتفرجش اخاي داك الخش اللي عليه كيلوح تما، والله ما نتفرج فيه، لان الطريق ديالي هنا جات لهاد الشيء، وهما داكشي اللي كيلوحوا لهاد الشيء، ما غاديش نفس الطريق. انت صاحبي ما عارفش الطريق، ما انت غادي هكا، ما انت غادي هكا، فهمتي؟ دونك انت ما عارفش الطريق، اللي جا كيجرك، فهمتي؟ ما خصك تجلس مع راسك، فهمتي؟ اللي جا كيجرك لان انت ما جلستيش مع راسك، جيت تجلس شويه مع راسك، واحسن حاجه خوي البلاصه فاش كتعمر، خوي البلاصه فاش كتعمر، وحق الله احسن لقيت اللي جلست مع راسي وديفلوبيت، قسما بالله وما لقيت اللي جلست مع راسك، فهمتي؟ كان عقل واحد 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 المشيه، كتمشي عند واحد الخال ديالي جوندارم، كان ديك الساعه في بوميه في الشمال، في حدا الناظور، بوميه وبوفكران، فهمتي؟ كانوا عنده شي دراري صحابو في بوفكران، وكانوا عنده شي دراري صحابو في بوميه، وكنت مصاحب معاهم كاملين، وكنمشي نريح مع هذا شويه جوندارم ومايا، كنمشي نريح مع هذا شويه، 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 بحكم الخدمه ديال الجوندارم وداك الشيء، النهار كامل هما خاويين الدار، تيجيو من الليل لليل، وضغط العمل وداك الشيء، دونك انا كنت لاكثريه الوقت كندوزو بوحدي، اكثريه الوقت جالس بوحدي، ما عندي صحاب، ما عندي حتى حاجه، حتى الليل عاد تيجيو تنجمعو وداك الشيء. اما الصباح راني والو، جالس قدام البيسي وجالس كنفكر شنو غادي ندير. اوكي شديت البي تي اس، هاني خدام دابا في الانترنت، كندخل جوج دريالات هادو، ومن بعد حتى لين حتى لفين؟ علاش خايف من المستقبل؟ اشنو كاع ممكن يطرا؟ اشنو كاع اسوء سيناريو ممكن يطرا؟ صاحبنا ملي تبقى تسول بحال هاد الاسئله هادو تلقى الجواب، ولكن ما تسولهمش. اخر حاجه فهمتي، راه خاص تعرف باللي بحال راك سايق طوموبيله، وطلعت لك الباتري فيه مشكله، ولا الموتور فيه مشكله، ولا راه واكوك، حنا ما تعلموناش هادشي، ما علموناش. غادي انت في الحياه وحسيتي بالخوف، الخوف هو واحد الانذار ديال راه ما عندكش بلانينغ للمستقبل، بولا طرن، قلت لك رد بالك اخويا، راه ما عندكش بلانينغ للمستقبل، راه جايه شي حاجه وانت ما واجدش، كتبان لي راك غير ضايع في الحياه، هذه هي البوله اللي شعلات، ولكن انت ما عرفتش طاري، لانك ما عرفتيش تقرا البوله، كتحس براسك ترونتي بغيتي دير، معناها هذيك اللي شعلات ديك البوله ديال ترونتي، دماغك صافي ترونتي، بغيتي دير بزاف ديال الحوايج وما عارف منين تبدا، شعلات ديك البوله طرن، غادي انت صايق في الحياه كتمشى، شحال ديك البوله ترن، دماغك ترون، هدا هاد البوله هادي حسب الكتاب اللي كتب لنا الدماغ كيفاش خدام، بيان سور هاد الكتاب هذا كان خاصو يتقرا في المدرسه، ما قراوش لك، حسب هاد البوله هادي اللي شعلات ليا وانا غادي في الطريق، صايق هاد الجسم هذا اللي دبرت عليه، جات الروح ديالي باق دبرت في هاد البركه هادي، دخلت فيها، شعلات ليا البوله ديال دماغي ترون، دماغي ترون في الكتاب ديال كيف تستخدمو هاد الكتاب، ما كاينش بيان سور هاد الكتاب، هادو صام الشيت اللي علمو ليا المنتور ديالي، ماشي ما عمرك قريتو في شي كتاب، بيان سور هادشي علمو ليا المنتور ديالي، غادي وتعلات ليا البوله ديال دماغي تشتت، نو،
دونك دماغي باغي يدير بزاف د الحوايج، باغي نتونكاجا بزاف د الحوايج وما عارفين ايه اللي نشد، اجي نزقى اجي نوقف بلاصتي معاش نزيد لقدام، اجي نختار حاجه وحده واجي نركز فيها. طران البوله كطفى صافي سور بلاص، طن تنشد ورقه وستيلو، اجي الاولويات هادي عاد تنساليها، ندوز لهادي ندوز لهادي ندوز لهادي، صافي الدماغ كيعرفك باللي راك درتي التصرف صحيح. طران البوله كطفى، داك التشتيته ما كتبقاش، الخوف القضيه ديال فهمتي، كاع كاع المشاعر، كاع المشاعر ما هما الا انذار، ما هما ما هما الا انذار ديال 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 بحال بولا شعلات وانت سايق الطوموبيله، واشنو واشنو خصك دير. او سالينا مع هذا السؤال هذا شكرا بزاف سي واحد المشكلتي، انا كنفكر بزاف وعارف كلشي. شتو شتو الاخوان ولات الاسئله كامله في عامين نفسي فهمتي، الحمد لله انه ولا كلشي عارف راسو فهمتي. شوف كتفكر بزاف حتى هي راه تتفكر بزاف، غادي يزيد الدماغ ديالك كتشتت، كتفكر وما كت ما كتيكزيكوتيش، خاصك تحط واحد الفوكين بلانينغ، تحط بلان ديال شنو باغي دير، وخاصك تجلس دير وراك عارف كلشي تبارك الله، راه هذا ماشي مشكل عندك بوحدك، المشكل هذا كاين عند بزاف الناس في المغرب فهمتي. دونك اخواتي تكتب واحد البلانينغ وتمشي تيكزيكوتي وتحس براسك انه وليتي كتحس براسك مزيان فهمتي، ما تبقاش تفكر بزاف والله، ما تبقاش تفكر بزاف قسم بالله، ما تبقى تفكر بزاف، غتولي تفكر في شنو غادي دير غدا، شنو غادي دير بعدو، باش تزيد ديفلوبي داكشي اللي كدير. راه اون فوا غادي تبعد من داكشي وتبدا تفكر، وخصوصا التفكير بزاف ولا مشكله ديال هاد الشيء هذا، تيفكروا بزاف اصاحبي. دابا واحد الخطط شفتها هاد الايام هادي عجبتني، دابا شنو كتخيل يوقع قداكو واللي ممكن يوقع قداكو فهمتي، داكشي اللي كتخيل يوقع قداكو كبير، وداكشي اللي ممكن يوقع صراحه راهو هي قداكو. وعلاش انت كتفكر قداكو؟ هو راه كاع الا وقع داكشي راه قداكو، وفي الاخر ملي كيوقع الاسوء كيكون قداكو، تيكون صغير داكشي هذا الاسوء وقع صافي. راه الحياه ماشي ظالمه صاحبي بزاف، الحياه راه ماشي خايبه بزاف صاحبي، راه الله راه تي الله تي شحال 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 من الحوايج اللي فهمتي مستوره من عند الله، مستوره من عند الله صاحبي، راه ماشي زعما راه شي حوايج كتقول انت صدف. شوف صاحبنا بزاف ديال الحوادث ديال شي واحد داز فوق منه الرموك وداز هو من ديك حدا الروايه ديال الرموك وما ماتش، راه ماشي صدفه هادشي، راه الله يستر داك خونا وكدا. قلت تقول لي واحد خونا كان غادي وضربوا الرموك وفعلا وطاح الارض وهزوا للسبيطار، هزوا للسبيطار لانه كل مشى داك النهار كان غادي يدوز من واحد الطراد طاح عليه شي جاجات يموت. علاش ما تفكرش انت هكا؟ علاش ما تفكرش بديك الحديثه استرات استر الله من شي حاجه خايبه كتوقع ديك الايام والله خباه فهمتي، قال لي ديك لعبه تاع عاجل صات نتايا هنايا راه تتسناك شي حاجه ماشي هي هذيك. المهم شوف اخي انا كنامن بلي اي حاجه كطرى عندها واحد سبب ايجابي من وراء فهمتي، اي حاجه المهم كاين واحد السبب خلاها طرى انها تحميك من شي حاجه ما اسوء. لونتوغاج عرفتي، ولاو بزاف الاسئله بحال هكا. لونتوغاج خويا، لونتوغاج شنو غادي نقول؟ لونتوغاج خصك تختار ناس نقيين ناس زوينين، بيان سور ماشي ساهل تلقاهم، وعمله صعيبه واصعب عمله هاد الوقيته هادي، وهي السبب علاش درت سيمو لايف باش نقول انا هاني كاين، انا هاني سلمت راسي هنا راني كاين هنا. اجي قلبوا عليا الناس اللي بحالي، يعني بحال قلتي بين راسي، اجي قلبوا عليا الناس اللي بحالي، اجي كونتاكتيوني صافي. حتى وليت انا بحال قلتي هو المركز ديال الانترنت ماركترز فهمتي، تي كونتاكتيوني صافي، وليت بحال قلتي ولو عندي العلاقات كثار من الانترنت، انا خاصني ناس بحالي. انت ملي جيت تبان واحد الشخص ايجابي وكذا راه اوتوماتيك غادي تجرح داك الناس الايجابيين، ولكن ما تريحش مع السلبيين. راه يقدر واحد الشخص ايجابي يكون دايز يشوفك مريح مع شي شمكاره يقول حتى داك الشمكاره، واخا يكون واخا انت زوين ما هادش يريح معك فهمتي، وتخاض عليك واحد النظره خايبه. ومهم المحيط ديالك هو اللي كيأثر عليك، غادي نريح مع مليونير غادي نولي مليونير، غادي نريح مع شي ناس تيتعبدوا الله وكيصليوا يومين غادي نولي نصلي، غادي نريح مع الميكانيكات مع الوقيتات لقاني وليت ميكانيك، ولا وليت كندبر لهم البياس نبيعوا لهم، ولا المهم درت شي عفيره مع الميكانيكا. ريحت مع المهم ديما غادي تلقى شي حاجه تما، ريحت مع الحشيشيه يا اما غادي نكمي معاهم يا اما غادي ندير معاهم شي حاجه اخرى، المهم راني اونكاجي معاهم. مع من ريحتي مع من غادي تولي، دونك اختار دوك الناس مع من كتريح مزيان. وماشي مهم انك تريح مع مليونير بقدر ما انك ممكن خاصك تريح مع شي واحد عنده طموح انه يولي مليونير،
حتى خونا هذا ما قدرش تلقى شي واحد مليونير ولا شي واحد ناجح في الطب وانت باغي الطب، شد شي واحد او مينيموم حتى هو كيحلم يولي طبيب ناجح، شد شي واحد فهمتي تيطمح انه يولي مليونير، شد شي واحد انه كيطمح، لان انتم بجوج كطمحوا شي حاجه زوينه، ماشي مريح مع شي مدافكرز شاعلين هكا زوينه في راس الدار تيتكيفوا تيضيعوا صحتهم كضيعوا مستقبلهم وتضيعوا لك انت مستقبل. اجي مثلا نتشاور معاهم نقول لهم صات انا تنفكر ندير هادي قال لك بغا يدير والله الا انت كضحك على صات فرش خوك سالو معك. علاش الصات طريح مع النوع هذا؟ فهمتي انا وتنتهرب منه في هاد المرحله هادي في حياتي، وكان كان كان بعيد منه فهمتي، ما كرهتش تولي عندي شي عادات نولي نديتيكتيهم فهمتي. بعض المرات تيكفوا عليا في الشارع اخويا سيمو صافا بخير كي داير اخويا انت بخير الله يحفظك، انا كنت واك عادي صافا اخويا انت بخير كي داير الله يحفظك الله يعزك نظره كي غايده مقتوله عشيره مقتوله صاحبي وميتا صاحبي كوني زدتي داك الفم صاحبي الله الا كوني زديتها واحد البلاصه غادي نقول ليه وماشي اخويا ماشي مشكل الله يدير لي فيها الخير الله يدير لي فيها الخير صافي كندير سريتش فحالي سير اخي الله ينجينا من بلاك اصاحبي او ما صاحبي الناس اصاحبي فهمتي كنريح مع النوع الاخرين اندرا ها الامور اخي غادا مزيان كدا البيزنس غادي هنا مزيان دا تنفكر نجيب هادي من الشينوا كنفكر نجي هادي هنايا فراسك الصاد دابا راه نيجيريا طحت على واحد البرودوي اصاحبي واحد البرودوي اصاحبي كنجيبوه من افريقيا هذاك ديال الروبيني مشات لي سميتو هذا راه مغربي حتى هو اللي دار هاد الخطه هذاك ديال الروبيني اللي كنزيرو به الروبيني وتنديروه في القبص عرفتي اصاحبي في افريقيا لقيتو قد قد راه دابا درت واحد البارتنرشيب مع واحد القباص وليت كنجيبو ليه اصاحبي دابا النقاشات الزوينه اصاحبي قتول اصاحبي قتول الله يقسم لي لا يوريك اخي الله الله اللي عز بي راه اصاحبي انا اصاحبي راه او جد لي لي لعب ودير موال صاص ولكن ما فهمتي فهمتي لا مشى 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 وما الله يخوان كتبوا الفيلاس سميتو الفيلاس ما عرفتش اش كتكتب سميتو صحيحه ولا لا ولكن المهم سميتو الفيلاس في المغرب كنقول ليه الفيلاس فهمتي هادو هما اللي عزيز عليا الريح معاهم انا عزيز عليا الريح مع هاد الصات اللي جا فوق بيكالا السلام خويا سيمون صافا بخير كدا كدا صبر نوريك اخويا حل لي المحفظه ديالو وراني السورفيتات انا اخويا كنبيع السورفيتات في الانترنيت وما عنديش باش نخلص الشيبينغ هاد السورفيتات هادو شريتهم من واحد السيد كيجيب داكشي جمله من تركيا وماشي حتى شريتهم كناخذهم منو كريدي وكدا وكنمشي نوصلهم وكنتخلص عاد ترجع كنخلصو واه از فاكين انسبايرينغ واو يس خويا زيد كمل تبارك الله عليك طا 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 زيد اش صاحبي زوين اش صاحبي فهمتي علاه لونتوراج مهم لونتوراج مهم وبيان سور انت هاد الساط هذا الا شافك في الزنقه ما يجيش عندك انا تنعيش هاد الشيء زوين كنعيش بيان سور واحد الوعد في المية ديال الخايب مع هاد الناس كيجيو عندك الكطري ديالهم زوين فهمتي ولا الكطري ما تيجي عندك اللي كيبغي فهمتي انت واخا يشوفك ما يجيش عندك ولكن هذه الحاجه من الحوايج ديال تبان تدير واحد الحاجه فهمتي الا كنتي طبيب وبنتي تيجيو عندك الاطباء الاخرين شحال من طبيب حل الانستغرام شحال من طبيب كنعرفو حل الانستغرام فهمتي الطبيب مغربي حل الانستغرام ما دايرش بحال الطبيب كيجي يقول لي صاد العياقه هذه راه ماشي انت اللي بوحدك طبيب صاد دار واحد النيتورك واعر عليك انت بقيتي سد على راسك يقدر انت طبيب واعر عليه ولكن في النيتورك راك ما واعرش عليه راك عايش بوحدك مخزون في واحد القنت ومسدود سد على راسك وما عارفك حتى واحد عارفين اوكي انت مشهور العياده عندك عامره من بعد العياده شكون كيعرفك ما عارفك حتى واحد واش كاين انت فوق الارض وانت انسان غير معتبر فهمتش يعني فهمتي هادشي قضيه ما تقولش كبان في انستغرام نو بان هي في 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 الحومه ديالك كاين واحد الناس زوينين فراسك في الماستر مايند الاولى انا شنو طرا فراسك في الماستر مايند الاولى انا شنو طرا جوج دراري من قنيطره من نفس الحومه غادي تلاقوا عندي في الماستر مايند وغادي تصدموا غادي يقول لي هو الصوت انت هنا هو اجي ما كنشوفك في الحومه والله الا قال لهم فراسك اخي السيمو هذا ولد الحومه هذا لا الصوت شتي دابا دابا انا لقيت ولد الحومه انا لقيت ولد الحومه هذا جاي عندي انايا وهذا جاي عندي انايا تلاقاو تمايا واخا ولد الحومه علاش لان هذاك خونا دميغ كيخدم ضرب اللعاقه ساكت الاخر دميغ خدام ساكت باش هذا تجي يعرف هذا خدام في الانترنت وباش هذا تجي يعرف هذا خدام ما يمكنش لان هذا ما بانش وهذا ما بانش هذا كيضربها حسي مسي والاخر كيضربها حتى هو حسي مسي صافي تتلاقاو عندي هو صاد ولد الحومه والله الا فراسك اخي السي والله الا هذا ولد الحومه صافي تجي شتا الصاد شتا الصاد
هادي من الحوايج اللي كنقول اني كندير دوك الماستر مايند زوينه هي كونيكتينغ بيب. كتكونيكتي الناس الناجحه ما كتكونيكتيش الشيت ديال الشيت ديال اسمي. كتكونيكتي الناس الناجحه على فهمتي. تنقول لك هذا الشيء بيان سور انا ما ننصحكش به دابا, ما كننصحكش به. تنصحك تمشي تخدم خدمه تنهار دير ماشي فلوس, فلوس كثيره وتمشي مزيان تولي غادي مزيان. ديك الساعه تي خصك النيتورك, النيتورك تاعي فهمتي. النيتورك خصك الاول, خصك الفلوس, خصك الكاش, كاش ار ديال الكاش الصاب. خليني من ديك الهضره تاع النيتورك وكذا قوله في الاول خصنا الكاش. قطريه تخدم تجيب الكاش ومن بعدها كدوز طور النيتورك ديالك. تبغي الناس, تبغي ناس كبار, تبغي ناس زوينين, ناس دي مليونير ديال الويب, ناس كدير ارقام كبيره في الويب, ناس صحاب شركه ديال ديفلوبمون كبيره في المغرب, صحاب كذا, صحاب ناس فهمتي في الـ في الـ في الاكونتينغ واصله في المغرب. هادشي كندير انا طريح كنكونيكتي عباد الله. صافي ديال المهمه اللي لقيتها في حياتي انا زوين الحمد لله. درت واحد النيتورك مزيانه وكل ما كنزيد كنبارطاجيها وكنزيدو نجرو ناس زوينين. بيان سور فهمتي انا بارطاجيوش في سبيل الله, من هنا كنزيدو نعرفو ناس اخرين وكنجروهم حتى همايا وكتزيد تكبر النيتورك. كنزيدو نعرفو ناس زوينين كنزيدو نجروهم حتى هما كتزيد تكبر النيتورك. كنزيدو نعرفو ناس زوينين كنزيدو نجرو ناس اخرين كتزيد تكبر النيتورك. صافي ويور نيتورك از يور نيتورك. راس المال ديالك هو النيتورك ديالك. قول لي شكون هما اللي عندك في ديك الجامعه مع من كطريح. نقول لك شكون انت على حقاش اللوط في مدافكرز في المغرب كنعرفوهم فهمتي, كنعرفوهم او فهمتي. ما تلقى ما عندكش معاهم ولا شي حاجه. هو ناجح وتبارك الله عليه وزويون ودار فلوس, ولكن الصاد واحد الشخص اللي انعزالي انطوائي فاهم سد على راسه فهمتي. سد على راسه صاد راه بقى سد على راسه. راه الا كنت عندي مشكله بسيطه, مشكله بسيطه ديال خاصني فلوس نكمل شي حاجه بين ما نجيب فلوس مثلا لخرت العام. مثلا انا جالس نتسنى لخرت العام عاد نتحاسبوا في الشركه عاد يجوني الفلوس. خاصني فلوس دابا خاصني فلوس مثلا هذا ميتا خاصني دابا فلوس. عاد نس التليفون راه عندي واحد الليسته طويله. راه انا عرفت تسلفت 200 مليون مع الدراري صحابي فهمتي. 200 مليون تسلفتها مع الدراري صحابي. اشنو اش تكون عندي واحد انا سد على راسي اوكي داير انا شي بركه الفلوس سد على راسي اوكي انا طحت في مشكله اوكي اشنو غادي ندير. غادي نجلس نتسنى ولا نتصل بها خويا كذا 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 محتاج كذا كذا وخويا والله الا راك عارف وخيدا الصات. لا صاحبي لا يور نيتورك از يور نيتورك فهمتي. قول لي مع من كتريح نقول لك شحال راس مالك. على حقاش راس مالك ماشي انت بوحديتك, راس مالك داخل فيه حتى الناس عمرك كتريح. على حقيتاش كاين بزاف الناس في المغرب وحق الله الا كاينين هادو صحابك. عندك صحابك راه فلوسك راه غادي تشري شي حوايج اللي قسما بالله الا في المغرب سرباي في القهوه قضى لي شي حوايج اللي ما يمكنش شي واحد يقضيهم فهمتي. لان علاش؟ لان عندي مع علاقه مزيانه. كنجي نفطر نخلي لي 20 درهم, مره نخلي لي 30 درهم, مره فهمتي نخلي الصرف كامل ونزيد كذا. كنتعامل معاه مزيان واحد النهار عندي واحد المشكله مريح وقول لك اخاي سمو كتخمم اكو جبتها عاجل. قلت له اخاي واحد كذا وواحد الوراق باقي معصب معاهم وكذا فين هنايا كذا 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 كذا. ويلي هذاك خونا, داك خونا بالضبط ديما تيجي كيتغدى هنايا وعشيري ديما كيقول لي تصور انت داك خونا اللي واصل عشير السربه وديما تيجي. شوف وحق الله عندك كاع هاد السيمانه هادي كامله تلقاه يجي يتغدى هنايا ونتصل بك. ويلي والله ولد كاع قبل ما نتصل بك تلقاني بريزونتيتك وقد جيت لك الطريق وكذا كذا كذا كذا. ويلي صافي الامور تخضات سربايه صافي تضحك راه صافي السرباي كتحك راه عباد الله صاحبي. علاه ما جيتيش بعيد كتحك راه عباد الله صاحبي. تعامل مع عباد الله مزيان. هيا الفكين 20 درهم على 30 درهم كنخلي لك كل مره, كل مره نجي ناكل كدا انت تعاوتي تتعامل معاك مزيان. عرفتي عباد الله ملي كتخلي لهم عشرين اي 20 انا نقول لك 20 شي اي 10 اي 10 اي 10 في المغرب بزاف. شي عباد الله مش مشي تاكل في المغرب ولا شي حاجه تخلي لهم 20 درهم عرفتي صاحبي التعامل كيتولي راك شوف صاحبي فهمتي. لا طلبتي جوج بيضات يدي لك اربعه, طلبتي جوج بيضات في الفطور يدي لك اربعه, طلبتي عصير طلافوكا يجيب لك ما يجيبش لك داك الكاس اللي كيعطوا لعباد الله, يجيب لك شي غراف كبير يقول لك راك تستاهل اخي السيمو. راه لان هذا التعامل كيردوا لك عباد الله ما عمر كانوا كياخذوا تياخذوا اليوم كياخذوا غدا كياخذوا بعد غدا كياخذوا بعد غدا. من بعد كيبغيو يردوا لان تيبقى عندهم الذنب فهمتي انهم خضاو وخضاو كيبقى عندهم انهم خاصهم يردوا لك بلا ما تحس فهمتي. كيبقى عندك ديك القضيه ديال خاصني نرد له فهمتي بلا ما تحس اوتوماتيك في الدماغ ديالك. كاين هذاك خونا كي تيضل يتعامل معايا خصني حتى انا ندير شي زيست نتعامل معاه اوتوماتيك فهمتي. صافي
سرباي افكنا على يور نيتورك از يور نيتور. انا ما كنتش عمري غادي نوصل داك خونا ولا نعرفو كي جيت تغدى تما ولا كدا ولا سميتو ولا حتى شي حاجه ولا الامور كانت غادي تيسر وكانت الامور غادي لواحد الاتجاه معقد وما عمرها كانت غادي تفك وما عمرها كانت ما كانش ماشي نقول لك ما عمرها تفك غاتفك باذن الله ولكن ما عمر زعما كانت تتبان ليا كانت تتبان لي الامور غادي لواحد الطريق اللي غادي دخلنا في واحد التعنكيش اللي ولات تفكات سرباي فكنا القضيه على شوف سرباي على الساسه هادو راه واحد فهمتي صاب ما تحقرهمش والله اخي لا لا تسرباي حتى الحساسه هانت هانت انا نحاول نفيدك بالاكسبيرينس ديالي لان كنبغي نقتصد عليك بزاف في الحياه هاد الاكسبيرينس باقا جوج دقائق في اللايف وغادي نقطع انت الصاد كتعامل مع الحساسه كتعامل معاهم بالتناوي والحقره وداكشي انا نسول على هاد القطاج واحد النهار في اكادير لان كنتعامل معاه مزيان ديما كنتعامل مع الحساس ايفري فاكين دايم واخا ما كنعرفوش وسميتو كنتعامل معاه مزيان كنجي كنبارك في واحد القهوه في اكادير كنريح كناكل كنزيد مع الطريق كنجي كنريح جريح مع الدراري صحابي ما عليا ما بيا جا عندي الحساس خويا سيمو الطوموبيله ديالك كتبيس كنسمع النفس مشيت معاه سمعت الصوت كتبيس قلت ليه شوف سير بلاصه زيد السارود قلت ليه خويا هاك عتقني ديماريها سير عطيته الطوموبيل مشى ديماراها مشى قدها ليا جابها مقادها ما بغاش يتخلص تنقولي لا والله اخويا سيمو ما تخلص بالله الا اول مره لقيت باش رد لك الجيست اللي كدير معايا اول مره الا تخلصت ما يبقاش رديت لك كيتسمى خديت المقابل لا اخويا سيمو صافي ريحت مع الدراري صحابي عادي الطوموبيله مشات وانا غنفطر مزيان وبخير ومريح وضحك مع الدراري صحابي ورجعت لبلاصتها والسارو ترجع ليا ما يجيش يديرها معاك اي واحد وهاد خونا هذا اللي هو سميتو واحد النهار كانت خاصني واحد الورقه فيها كدير انجليزيه والمقاطعات عامرين مع الدخول للمدرسه يا هذيك شي مريح تمايا كنفطر في داك الكوان من نرفز 43 ثاني خاصني تربي من نرفز كافر فهمت قال لي مالك اخاي سيمو قلت له صاحبي المقاطعات صاحبي رابو فيهم التلاميذ صاحبي مشينا انجليزي وما لقينا ما انجليزي قال لي اشنو باغي تقاليزي باغي انجليزي كدا 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 يلا مشى فرت طرقنا صاحبي ما تحقرش لي الساس ما تحقرش السرباي ما تحقرش عباد الله راه عندهم شي حوايج ما عندكش انت واخا بفلوسك واخا بكدا راه انت عندك الفلوس اش اللي دير بهم اوكي ادخل الاداره تقول لهم انا باغي نشري ما يمكنش صاحبي ريح الارض فهمتي الساس ما تحقرش عباد الله ما تحقرش عباد الله الساس راه العلاقات وما كلشي الاخوان طلعوا لي فراسكم جود لاك تبارك الله عليكم التوفيق للجميع